المجتمعات اللي هي ثرية في مواردها وهي الموارد كلها في يد الدولة وبعدين الدولة توزعها، المسؤولين في الدولة يوزعوها يعني الأموال هنا وبعدين تنزل على الناس على الشعب. الشعب لأنه ما عنده الصلاحية بيأخذ هذه الموارد، كيف يبغى يعيش؟ عشان يفتح محل يحتاج موافقة، عشان يأخذ معدن يحتاج تصريح، عشان فالناس مقيدين ما يقدروا يتحركوا إلا بموافقة الدولة. صارت الموافقات هذه تعطى لهذا وما تعطى لده، فاللي صار إنه صار سباق بين الناس للحصول على مودة هؤلاء المسلمين المسؤولين، وبالتالي صارت التركيبة الذهنية للمجتمع إنه حب خشوم شرهات. فالعطاء أو الأخذ للإنسان يكون بمقدار، مو دائما في معظم الأحيان، بمقدار وسطه وتقربه، سرير في مستشفى، بعثة، كل شيء تقريبا. بينما الدول اللي هي فقيرة في الموارد والشعب يشتغل زي اليابان مثلا ما في حب خشوم، الخير يأتي من العمل. فبالتالي تولدت عند هذه الشعوب ثقافة الجدارة في أداء العمل. حياتنا الآن في معظم الدول العربية حتى إلا ما فيها موارد مبنية، حتى والموارد قليلة جدا والدولة ما أخذها، مبني على أن المجتمع يتسابق ويوصل، والأقرب هو اللي يكون أثرى، الأقرب للسلطة المركزية فوق يكون هو الأثرى، ولا تحت معدومين ما لهم أي حق في استخراج أي موارد، بالتالي هم شغالين حتى وصلوا إلى تلميع أحذية. عندنا وظائف اسمها تلميع أحذية، هذه ما هي موجودة في معظم الدول اللي هي تعتمد على الجدارة، لأنه يحتاج كل يد عاملة لزيادة الأمة خير. في نوع من الناس، ناس فعليا يلمعوا الأحذية في الشوارع لأن المجتمع قفل كل أبواب التمكين، وبعض الناس مساكين ما عندهم لا شهادة ولا مقدرة ولا، فيضطروا يشتغلوا في هذه الأعمال. طبعا العمل مو عيب، لكن عيب على المجتمع أن يوجد أفراد يشتغلوا في هذه الأعمال. والنوع الثاني من تلميع الأحذية اللي هم المسؤولين مهما كانوا كبار بيلمعوا الأحذية للمسؤولين الأكبر منهم كنوع من التزلف والنفاق. سم سم سم، كل اللي يقول المسؤول الكبير صح. هذا ما يوجد مجتمعات فيها جدارة وإنتاج. فعندما تكون الموارد متاحة للناس وما في احتكار، ما في واحد يصير تريليونير والناس فقراء. الناس الآن بيصيروا أثرياء، مش لأنه الجدارة عندهم أعلى، صحيح في استثناءات زي بيل جيت، زي هذول في السوشيال ميديا المبتكرين الحديثين، صحيح في أفراد متميزين، لكن مع تطبيق الشريعة، لأن كل حاجة موجودة من حولنا هي منتجات، كل حاجة هذه اللي بتشوفها من حولك المستهلكات هي منتجات تحتاج عمل، الناس يتقاربوا في الدخل لأنه ما في احتكار. وإذا فكرنا بهذه الطريقة إنه المعادن كلها للسلطات، مع هذا الله تصير الدولة الإسلامية في الحقوق كأنها اشتراكية، النظام الاشتراكي الدولة تملك المعادن والناس موظفين لدى الدولة، يعني بكذا نقتل كل المبادرات وكل الهمم وكل مبادئ الإحياء وتصير اشتراكية. المعادن قد تقع في أيدي شرار الخلق، يعني الناس السيئين، بالتالي تصير فتن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. شريعة تسكر كل الطرق اللي تودي المال لبيت المال حتى يبقى المال في أيدي الناس ويزدادوا ثراء ويزدادوا إنتاج. زي ما شفنا في التاريخ، إذا جمعت الأموال عند شخص واحد أو مجموعة أفراد اللي هم في الدولة بيلعبوا فيها لعب على كيفهم زي ما احنا شايفين الأيام هذه، هذا على مر التاريخ. فالفتن تظهر إن جمعت الأموال عند طائفة معينة، وتقل الفتن إن كانت الأموال مفتتة بين الناس لأنه ما عندهم المقدرة إنهم يفسدوا.